شباب الاهلي واصل عروضه الجيده ويتعادل مع المقاولون العرب 1-1 في مباراه رجحت فيها كافه لاعبي وشباب النادي الاهلي الشوط الثاني باكمله. فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف راي خبرائنا الكبار ومحللنا الكبار ونجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده في احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نروح لنجومنا الكبار نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء سريع مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي. من جديد كل تحيه لك كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء بتعادل الايجابي ما بين الاهلي والمقاولون العرب في مباراه كان اقرب ليها طبعا النادي الاهلي في شوط اللقاء الثاني، اداء كبير واداء رجولي من لاعبي النادي الاهلي، معايا واحد من ابناء قطاع الناشئين النادي الاهلي وواحد من الابطال النادي الاهلي ونتاج قطاع الناشئين مصطفى شوبير. مصطفى برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده، سلسله من الاداء الجيد لاعب الناشئين شفناها في مباراه الجونه، شفناها في مباراه الاسماعيلي، النهارده مباراه كبيره خاصه في الشوط الثاني امام فريق المقاولين العرب. طبعا الحمد لله يعني على كل حال، والحمد لله يعني النتيجه طبعا مش احسن حاجه طبعا. قبل ما بس اتكلم امسي على الكباتن في الاستوديو كلهم 1-1 و موجود معانا في الاستوديو كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتننا الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن اسامه عرب مع الكابتن ايمن شوقي. طبعا ببس عليهم كلهم وبنشكرهم طبعا على التغطيه اللي هم دايما عاملينها، هم دايما واقفين في ظهرنا سواء كنا بنلعب مع القطاع تحت او بنلعب مع الفريق الاول، هم على طول ما بيتاخروش عندنا. وكابتن اسامه حسني طبعا الحمد لله يعني نتيجه يعني طبعا مش احسن حاجه بالنسبه لنا. احنا بننزل كل ماتش، الناس بتفتكر بس ان احنا لما بنتعادل بنبقى مبسوطين، لا طبعا احنا بننزل كل ماتش هدفنا المكسب، واه بنجرب الحمد لله شباب وبنجرب كل حاجه، بس هدفنا البطوله في الاول وفي الاخر. انت نادي اهلي، اي بطوله بتدخلها بتنافس عليها الحمد لله. مصطفى ايه ابرز التعليمات اللي المستر بيتسو موسيماني قالها ما بين الشوطين؟ شفنا تباين في الاداء الشوط الثاني، اداء اكثر من رائع، وان سايد جيم من النادي الاهلي في الشوط الثاني، كنت اقرب للمباراه، ضربه جزاء مهدره، انتوا الافضل في الشوط الثاني. والله الحمد لله احنا دخلنا اتكلمنا جوه، لمينا بعض قبل ما نطلع واتكلمنا، والراجل اتكلم معانا جوه مستر بيتسو والجهاز كله، قال لنا ما تخافوش العبوا زي ما انتوا. احنا اصلا يعني الشوط الاول مش وحشين، احنا هم يعني طبعا فريق مولين فريق كبير، بس هم ما جوش علينا غير بكره ضربه الجزاء بس تقريبا، فيعني احنا اهدينا لهم ضربه جزاء يخشوا بيها الماتش وخرجنا نفسنا احنا بره الماتش للمده اللي بعد الجول على طول، بس بعدها قدرنا نتدارك الكلام ده جوه، والحمد لله الكباتن واقفه في ظهرنا وقدرنا نتكلم ونلم بعض كلاعيبه، لان احنا مش غراب على بعض، احنا كلنا طالعين من النادي الاهلي تحت، سواء اللي بيلعب في 2003 2001 2004 ايا كان مولده كام، احنا كلنا جايين من القطاع تحت، فهو سيستم واحد، مش قصدي سيستم، لا قصدي سيستم هنا في الدماغ، المنتاليتي بتاعتك ان انت عايز تكسب كل ماتش، فده اللي كان باين الشوط الثاني. مصطفى شوبير حارس في فريق الألفين في النادي الاهلي، كابتن عادل عبد الرحمن تولى القياده الفنيه لفريق ال 97، خد قرار جريء بالاعتماد على مصطفى شوبير انه يكون الحارس الاساسي، النهارده وانت يعني حارس من حراس النادي الاهلي، عايز تقول ايه للكابتن عادل وشفت يعني مش هقول المخاطره، قوه الدفع اللي ادالها كانت ازاي؟ بصراحه كابتن عادل من قبل اي حاجه الراجل كلمني ويعني على طول قال لي انت هتبقى رقم واحد معايا، انا عندي كل الثقه فيك، انا اتفرجت عليك كذا مره وسيبك من كلام الناس، وقال لي الكلام ده، فطبعا حابب اشكره. الراجل صاحب فضل عليا هو مدربين كتير، مش عايز انسى حد، كابتن احمد سراج، كابتن عمرو انور، مدربين كتير بصراحه، فانا طبعا بشكره جدا الراجل انه ياخد قرار زي ده، زي ما انت قلت قرار جريء، هو ريسك انه ياخد حد مواليد 2000 يلعب بيه في مواليد 97، بس الحمد لله ادينا اداء جيد وتوجنا بالبطوله في الاخر الحمد لله. مصطفى في تواصل ما بينك وبين الكابتن محمد الشناوي في امم افريقيا، قول لي بقى الرئيسيه اللي قالها لك، التواصل بينك وبينه ازاي؟ قال ابرز الكلام اللي قاله لك طبعا هو تابعك خلال مباراه الجونه ومباراه الاسماعيلي. هو بصراحه كابتن محمد الشناوي ما بيتاخرش بصراحه، يعني احنا على تواصل على طول بعد كل ماتش، سواء انا ببعت له او هو بيبعت لي، وعلى طول الراجل يعني بيكلمني، يعني بيبعت لي مثلا فويس نوت كده كلها طبعا عشان الدنيا هناك مش احسن حاجه في المكالمه، فيكلمني يقول لي خد بالك من كذا، بكره انتوا هتلعبوا فلان، عندهم فلان مميز، بيديني التعليمات على طول بصراحه، والراجل ما بيتاخرش، وبعد كل ماتش انا بخرج من الماتش بلاقي يعني الناس بعتها لي، وهو دايما بيبقى باعت لي، دايما بيبارك لي وبيبارك للرجاله كلها. لو عايز تقول له رساله دلوقتي، هو عندهم ماتش مهم جدا امام كوت ديفوار، تحب تقول ايه لمحمد الشناوي؟ طبعا مش هقول لكابتن محمد الشناوي بس، هقول للمنتخب المصري كله، احنا يعني كلنا في ظهرهم ايا كان النتائج ايه، بدايات اي حاجه، احنا مالناش دعوه، احنا مركزين في طريقنا والحمد لله احنا صعدنا، في منتخبات تانية صعدت باربع نقط وجابوا جول واحد والناس ما بتتكلمش عليهم، فانا بس رايي ان احنا خلينا ورا المنتخب، وطبعا كل الدعم ليهم، وكلنا كمصريين بنستنى ان شاء الله ان احنا نتوج بالبطوله، لان احنا من يعني من مرشحين، فربنا يكرمهم ان شاء الله وربنا يكرمنا بمعنى اصح ان شاء الله، وباذن الله يتوج بالبطوله. شكرك يا وفا وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله. فاروق شكرا كابتن.
مستمرين معاك. انا بنضم لي واحد ايضا من نجوم قطاع الناشئين في النادي الاهلي وواحد من العناصر المهمه عبد الرحمن مانو. مانو برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه قويه الشوط الثاني اكثر من رائع، كنت الاقرب كنت الافضل في شوط اللقاء الثاني. كلمنا على المباراه، ابرز التعليمات اللي قالها لكم مستر بيتسو موسيماني ما بين الشوطين. مستر بيتسو قال لنا انتوا اولا انا برحب بكباتن الكبار الموجوده في الاستوديو وبرحب بك يا فاروق، فلكن مستر بيتسو بين الشوطين قال لنا انتوا خلاص النتيجه 1-0 واحنا ماشيين كويس، واحنا بقى لازم نلعب، لازم نبقى اجريسيف على الجون اكتر، لازم نطلع، لازم نجيب، لازم يا رجاله نقف على رجلينا ونلعب السهل، ما نستعجلش اننا نجيب، هنجيب، احنا ماشيين كويس، الفرقه اللي بتلعبك فرقه ما جاتش عليك، انت اللي اديتهم هديه، اديتهم بيلين، فاحنا يعني نحمد ربنا، احنا كنا نستحق الاحسن ونستحق المكسب، ولكن اراده ربنا اقوى من اي شيء يعني الحمد لله. مانو مكان غير مكانه، مانو انا عارف بيلعب في الديفندر مركز 6 ومركز 8، بيتوظف في مركز قلب الدفاع، دايما بنقول في الاف قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيلعب في اكتر من مركز، ودي اللي بيساعد المدربين يا مانو. والله انت تلبست تيشيرت النادي الاهلي لو اتقال لك اقف جون هتقف جون، فانت ما عندكش اختيارات، انت تخدم النادي ده في اي مكان، فطبعا النادي ده ليه فضل علينا كلنا، فانت لازم تخدم، سواء قال لك العب باك رايت باك ليفت تلعب ليبرو ايا كان المكان اللي تلبس التيشيرت وتبقى في الملعب، فطبعا دي فرصه فلازم تستغلها ايا كان المركز ايا كان المكان. مانو شفت قوة الدفع والثقة اللي من الجمهور، الجمهور بقى واثق فيكوا، بقت شايلك مسؤولية انك بتلعب باسم النادي الاهلي ووراك جمهور زي جمهور النادي الاهلي، بقت مسؤولية كبيرة، شايف الثقة دي ازاي والدفعة بتاعت الجمهور ليكوا يا مانو؟ لا الدفعة طبعا بتاع الجمهور، انت بتحس بالدعم اصلا يعني من غير اي شيء، يعني انت لسه ما قدمتش حاجة والجمهور بيدعمك وبيقول لك ان احنا معاك وفي ظهرك، فقدم احسن ما عندك، الدفعة دي بتخليك انت نازل يعني عايز تموت نفسك في الملعب، فالطبيعي يعني احنا بنشكرهم على كل الدعم ده، وان شاء الله بنوعدهم بالافضل والمكسب في الماتشات الجاية باذن الله. على المستوى الشخصي ابرز التعليمات اللي بيقولها لك مستر بيتسو موسيماني. على المستوى الشخصي دايما بيقول لي العب السهل، عايزك تبقى هادي، توجه الناس، تكلم الناس اللي حواليك، تبقى تطلع مع بعض، نرجع مع بعض، يعني تعليمات بتبقى يعني في الشكل العموم، ما فيش حاجة بشكل شخصي، بس بتبقى للكل يعني خط دفاع كامل يعني. بشكرك يا مولو بالتوفيق اللي جاي. حبيبي فاروق، حبيبي ربنا. كابتن ايمن احنا فخورين ان احنا عندنا قطاع ناشئين ولاعبين في قطاع الناشئين عندهم العقليه دي، يعني مانو بيقول احنا لسه ما عملناش حاجه، وبنشكر الجمهور على الدعم اللي بيقدمه لنا الجمهور النادي الاهلي. طبعا مستمرين معاك يا كابتن ايمن، من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن ماهر، للمباراه الثالثه على التوالي شباب الاهلي بيقدم اداء جيد جدا، وخاصه في الشوط الثاني، وتعادل من وجهه نظري غير مستحق للمقاولين العرب، والفوز كان مستحق للنادي الاهلي. بالظبط، يعني احنا لو عندنا وقت كنا طلبنا من فاروق ان هو يشكر اللعيبه كلها، يعني كنا صحيح. محتاجين اللعيبه كلها تتكلم، لان هم فعلا ابطال وشرفونا، وده اقل حاجه ان احنا نفضل واقفين في ظهرهم، هم يستحقوا كده. احنا من بدايه المباراه الاولى والمباراه الثانيه والمباراه الثالثه تنبأنا ان ده جيل ان شاء الله مشروع معمول بشكل جيد. عادل يمكن اتكلم على ان حوالي 17 18 لعيب، منهم لعيبه هتبقى موجوده مع الفريق الاول، واللي ممكن ما بقاش موجود مع الفريق الاول ممكن يحصل اعاره او تسويق من خلاله. لكن الشوط الثاني واضح طبعا في سيطره بشكل كبير جدا، يمكن مخرجنا جايب لنا بعض اللقطات اللي النادي الاهلي استحوذ فيها وتفوق فيها يا ايمن في الثلث الاخير، ودي كانت اول مره نشوف الجناحين بالنسبه لنا، يمكن محمد اشرف ده الهدف يا كابتن. قدر يعمل كروس عرضي جميل جدا، وبعدين سيد غريب قدر يصلحها بدماغه، وبعدين طبعا انقضاض زياد طارق على كرة بشكل احترافي بشكل جميل عشان يسجل النادي الاهلي الهدف الاول. دي من مره واحده طبعا من ناحيه اشرف زياد بيقابلها بتحرك ايجابي بشكل كبير، قدر ان هو يقطع على القريبه ويخطف قبل مدافعي المقاولين العرب عشان يسجل الهدف الاولاني. طبعا مستر موسيماني بيحييهم على الجمله الجميله اللي اتعملت، واكيد الجمله دي بتتعمل يا كابتن ايمن في التمرين فالولاد صحيح. قدروا ينفذوها بشكل كبير. واضح قوي استحواذ النادي الاهلي وسيطره النادي الاهلي في التت الاخير اثمرت على هدف، وحتى يمكن في اخر دقائق قدرنا ان احنا الهدف الثاني اللي كان مشكوك فيه كان ممكن برضك نكسب المباراه في الدقيقه الاخيره، وركله جزاء مهدره وركله الجزاء لعمار
كمان يمكن كانت تفرق معانا في فوز بثلاث نقاط، لكن عايزين نقول لهم مبروك واداء جيد للعبه النادي الاهلي. كابتن شريف، ازاي روح لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني وادائهم اللي اتغير من الشوط الاول للشوط الثاني؟ كان واضح جدا من المباراتين اللي فاتوا اللعيبه بتقف في الملعب عندها ثقه في نفسها ومش عايزين يبانوا ان هم في حاله صربعه دايما، ولكن كان بينقصهم الجرأه اللي احنا طلبناها في الشوط بين الشوطين، انك انتم الجرأه والوصول لمرمى اي فريق بيلعبهم اللي كان مولين النهارده هو دي الثقه. قلت لك بين الشوطين مفيش لعيب بيروح على 18 ويهوش مره راح عاملها لنا ردد علينا عمار. وكانت كوره كويسه جدا لو خدها بوش رجله ودخل لجوه شويه كانت الدنيا هتبقى مفتوحه معاه قوي يا اسامه، ما كانتش هتبقى لازم الملعب العرض بهذا الشكل. ولو ان كان المردود من سيد غريب كان كويس قوي الحقيقه، وكانت ما دخلش ياسر كان هم هيحطوها في نفسهم يعني، بس ده بقى بطبيعه اللاعب كان لازم راح ياكد الكوره ان هي هدف يعني. فانا راهنت عليهم معاك قبل واحنا صحيح. مغلوبين صحيح، قلت لك انا براهن عليهم بهذه الروح بهذا الاداء ينقصهم 1-2. الحقيقه ادوا شوط في حياتهم كلهم هيعتزوا بيه جدا، اللعيبه كلها بالتغييرات بكله هارد لك الاصابات اللي حصلت بالنسبه للعيبه. احنا في وقت المفروض يبقى كل اللعيبه بتبقى زي ما اللعيبه دي شافت الضغط، شفت اسلوب الضغط اللي بيبص معلش هارد لك في الكوره دي، انت شفت اسلوب الضغط اللي بيلعبوا بيه الفرقه دي النهارده؟ ممكن تجيبها لنا تاني بعد اذنك كابتن. ممكن في الكوره دي بدل ما عمار كان يرفعها للبعيد كان ممكن هو يحطها؟ لا، لازم ياخدها ويدوس عليها دوسه كمان لجوه. كانت هتتعدل على رجله اليمين يقدر يتصرف زي ما هو عايز، يشوطها بقى في الجول، يصلحها لواحد احسن منه. انما ايه اسلوب التفوق بتاع الشوط الثاني؟ صحيح، اللعيبه دي بتجري في الملعب بكل قوتها وبتضغط صح، وعندهم ثقه في بعض. انت عارف اللعيبه لما تحب بعض، اللعيبه دي بتثق في بعض جدا يا ايمن، فاللعيبه حابه بعض، اللعيبه عارفه ما حد بيغلط حتى ما بيفرقش معاهم. في لعيب تاني بيلف وبيعمل له حاله تعويض في الكوره. بص قصدي ايه؟ ان عمار يشيلها برجله الشمال من فوق الجول. بص دي ده طلع عليه حارس المرمى قفل المسافه قريبه، لازم يرقص حارس المرمى كمان، ياخد ضربه جزاء بقى ويعوضها. يعمل اللي هو تصرف، لو هو شايف سيد غريب كده ولعبها له دي يبقى هو ده كويس يعني. انما هي اسلوب الضغط اللي حصل النهارده ده انا اللي بهنيهم عليه، وان شاء الله الماتش الجاي واللي بعده يكون لهم حظ في النتيجه باذن الله رب العالمين. تعالوا نروح مره ثانيه لزميلنا فاروق صلاح مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. انضم لي في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. عايز اتكلم عن الشوط الثاني بالتحديد، شوط ثاني كبير، اداء اكثر من رائع، كنت الاقرب للفوز، ضربه جزاء مهدره، النادي الاهلي كان احق بهذه المباراه يعني، واستمرار الاداء الجيد اللي شفناه في مباراه الجونه ومباراه الاسماعيلي. طبعا تحدي كابتن ايمن وكابتننا الكبار، طبعا زي ما انت قلت اعتقد ان الشوط الثاني كان اداء مميز من اللعيبه، عندهم اصرار ان هم يكسبوا، عندهم اصرار ان هم عاوزين يرجعوا الماتش اسرع. اعتقد الحمد لله كان عندنا فرصه ان احنا نحسم المباراه، لكن في الاول والاخر دول لعيبه صغيره لازم يكتسبوا خبرات، لازم الموقف دي تمر عليهم، واعتقد يعني الحاجات ديت اللي هتخليهم عندهم ثقه اكتر، عندهم خبره اكتر، وان شاء الله يكون الفتره اللي جايه ان شاء الله افضل ليهم ولينا ان شاء الله. كان قرار جريء من الجهاز الفني ان انا العب بنفس الناشئين بنفس طريقه اللعب اللي انا بلعب بيها 3-4-3. اعتقد دور مهم للمستر بيتسو موسيماني وللكابتن سامي للكابتن سيد مع مجموعه اللاعبين ان انا اقدر اوصل لهم الفكر ده في وقت قصير جدا. يعني دي حاجه مهمه جدا، ويمكن كل الناس وكل الفرق الكبيره اللي في العالم لما الفريق الكبير بيلعب باسلوب لعب اعتقد معظم الفرق الناشئين بتبقى نفس القصه يعني، وده الحمد لله اللي برضو بنلاقيه في القطاع الناشئين. طبعا كابتن خالد بيبو والراجل خواجه برضو نفس القصه، بيبقى في جلسات مع الراجل بيتكلم على طريقه اللعب. يمكن الراجل قبل كده راح حوالي اسبوع يراقب الفرق والمباريات الوديه اللي كانوا بيلعبوها والمباريات الرسميه. لعيبه خلينا نتفق ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه مميزه، عندها قدرات، عندها وعي التكتيك الحمد لله مميز يقدروا يستوعبوا. يمكن معظم اللعيبه ديت يعني قعدوا فتره كبيره برضو معانا، شايفين طريقه اللعب، المحاضرات اللي بتحصل، طريقه تفكير الراجل واسلوب لعبه اللي هو يحب يبدا من تحت ويبني من تحت. اعتقد النهارده الحمد لله النهارده كان عندهم شخصيه كبيره جدا في اللعب، بدايه الهجمه، فرص حتى اللي هم خلقوهم لنفسهم اعتقد الحمد لله كانت مميزه. لكن في الاول والاخر ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن لينا وليهم باذن الله. كابتن سامي انا عايز اتكلم على كوره الهدف اللي احرزه زياد. الكوره دي صوره بالكربون من الجمل اللي كنت شغالين عليها بنشوفها في التدريبات، النهارده اللعيبه طبقوها. شفت فرحه الجهاز الفني، فرحه مستر بيتسو موسيماني بان جملته او الشغل اللي بيقوله اللعيبه اتنفس في ارض الملعب.
هو ده أسعد وقت المدير الفني، يعني لما بتشتغل على حاجة وبعد كده بتحققها في المباراة أعتقد بتبقى أكبر نجاح ليك يعني. ممكن الحمد لله خصوصا لما يكون مع لعيبة صغيرة يعني، فأعتقد الحمد لله كانت فرحة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة للراجل برضه نفس القصة. إن شاء الله إن شاء الله زي ما قلت لك بقى، إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله تفكيري هيبقى إن شاء الله مختلف بالنسبة لنا، وإن شاء الله نعد كويس بقى اللعيبة، إن شاء الله تكون رجعت لنا اللعيبة اللي عندها كورونا، وإن شاء الله وتقدر إن شاء الله تكون إضافة لينا للمباراة الجاية بإذن الله. اللعيبه الناشئين بقى النهارده عايز تقول لهم ايه كلهم؟ يعني شفناهم في ماتش الجونه وثقه الجمهور النادي الاهلي، ويعني كان كلام حضرتك كلام الكابتن سيد مع اللاعبين على انك بتكون شخصيتك لازم تكمل الصوره. اولا بشكرهم طبعا يعني على الجهد دوت والاصرار دوت والشخصيه ديت، ويمكن دي مش حاجه غريبه على 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 كل لعيبه النادي الاهلي او كل حد منتمي النادي الاهلي يعني، سواء صغير بتبين على كده بتعمل شخصيتك من كده، اللي انت بتحاول بتقاتل لحد اخر لحظه، عندك على طول اللي انت عاوز تكسب، عاوز تحقق بطولات، عاوز تحقق انجازات، عاوز تعمل تاريخ لنفسك. فاعتقد الحمد لله دي تحسب للنادي الاهلي، مش قبل ما تحسب للعيبه تحسب للنادي وتحسن للمنظومه بتاعه النادي نفسها، اللي انت بتقدر تبني شخصيه لعيب ازاي، يكون عنده قدرات ويكون عنده صفات اراديه كويسه ويقدر يلعب لحد اخر لحظه. ممكن الحمد لله دي اللي بتساعدنا، واعتقد النهارده الحمد لله خير دليل على الكلام دوت. يعني الماتش اللي فات نفس القصه، بتتعادل في اخر لحظه، النهارده كان ممكن يعني الهدف لو مش هدف يعني لو ما فيش لمسه يد اعتقد كان هيبقى مكسب برده كبير اليوم، بياكد شخصيه لعيبه النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي وقد ايه النادي الاهلي مختلف يعني. اشكرك يا كابتن سامي وبالتوفيق في اللي جاي. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء الايجابي ما بين الاهلي والمقاولون العرب بهدف مقاولون العرب بهدف لكل فريق. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه، ليه دايما شباب الاهلي بيجيدوا الشوط الثاني في الثلاث مباريات اللي فاتت؟ الروح اللي النادي الاهلي مكتسبها على مدار السنين، قلنا ان النادي الاهلي تملي ما تملوش الا غير لما الماتش يخلص وتروح والناس والحكم يخش اوضه اللبس وبتاع، ما تضمنش النادي الاهلي. فتملي الروح دي والاصرار دي مزروعه في ناشئين النادي الاهلي وكبار النادي الاهلي، معروف كده النادي الاهلي على طول ما بيحبش الخساره، حتى لو بيلعب بالناشئين بيلعب بالكبار عنده الروح دي دايما. ودي النقطه اللي الناس مش قادره تستوعبها، يقول لك الاهلي ليه بيجيب اجوان في الدقايق الاخيره؟ ده مش حظ، ده هو اصرار وتصميم من الناس كلها يعني. فالشوط الثاني بالنسبه لي انا احسن شوط اتلعب للنادي الاهلي في الثلاث ماتشات. صحيح. يعني لعبنا كويس ماتش الاسماعيلي، لعبنا كويس ماتش الجونه، النهارده الشوط الاولاني كان بطيء ويمكن كلنا اتكلمنا في الموضوع ده، كان في تحفظ شويه في الدفاع وقلنا لازم يبقى في جرأه هجوميه. صحيح. وده فعلا اللي حصل الشوط الثاني، واللعيبه بذلت جهد كبير جدا وبالذات الجانب الشمال اللي كان فيه اشرف وفخري وكان بيتضم لهم عمار، عملوا ضغط كبير قوي الشوط الثاني على فرقه المقاولين العرب، والجون جه من الناحيه دي. صحيح. واكتر من هجمه، وكان لو في توفيق ضربه الجزاء كانت ممكن تيجي. والكره الاخيره هارد لك في ايده، لكن النادي الاهلي عمل شوط جميل جدا واللعيبه كلها متالقه من اول مصطفى شوبير لغايه اخر واحد اللي هو ياسر اللي نزل عمل شغل كويس في راس الحربه. وانا بعتبر ان عمار حمدي من وجهه نظري هو نجم اللقاء النهارده. صح. طبعا مع اكتر من واحد يعني شرقيه وغيره، لكن عمار هو اللي كان. كابتن عادل، ضياع فوز مستحق النهارده من شباب؟ لا وسعاده يعني، انا ما بقولش ان ضاع ولا حاجه يعني، قله خبره بسيطه من محمد ياسر رغم ان هو تابع كويس قوي، ولكن عمار عملها بطريقه كويسه. لكن كل ده انا يعني حتة انك تكسب تخسر البطولة احنا عارفين اهدافها. أي. احنا البطولة اهدافها مش مكسب بس، احنا البطولة اهدافها ان احنا نطمن على لعيبتنا نشوف. اهم نقطة الواحد مطمن عليها روحهم. صحيح. روح اللعيبة. صحيح. والناس اللي كانت بتستغرب وبتقول ان ليه الاهلي بيجيب جوان في الدقيقة 90، يشوف دول عيال صغيرة بيتربوا على كده البداية، يعني بيلعبوا المقاولين، المقاولين فول تيم يعني. أي. المقاولين لو عنده بطولة افريقيا يلعب باللعيبة دي، لو عنده فاينل كاس مصر هيلعب بنفس التشكيل ده. صحيح. يعني انت بتتكلم على لعيبة الاهلي بتلعب الفريق الاساسي، بيلعبوا والاسماعيلي طبعا واللي قابله والجونة، يعني انت بتتكلم على ثلاث ماتشات محدش عارف يكسبك. صحيح. انت صغير، علشان كده بقول انه المباراة النهاردة اثبتت ان لما اللعيبة خدت جراءة شوية وممكن تدي وما بقاش عندها الحذر. طيب. ممكن نكسب وهنكسب كويس. طيب لو اخترنا نجم شباب الاهلي النهارده،
يعني انا شايف انه ممكن نديها 11. لا يعني انا دايما بحب حته يعني ممكن عمار حمد. ممكن عمار. كابتن ماهر عمار برضك. عمار عمار اه. انا محمد اشرف. محمد اشرف كابتن. تقصد شباب بدون عمار ولا بعمار؟ لا لا الفرقه يعني هو عمار طبعا نجم المباراه، لكن انا عاجبني جدا محمد شرقيه النهارده ومانو ومحمد اشرف، الثلاثه عملوا ماتش عيل مع مصطفى شوبير مع محمد ياسر نزل في الاخر، لكن نجم اللقاء الاول هو عمار. عمار عمار انا اقول مع كابتن شريف محمد اشرف. عمل اداء عالي جدا جدا. انت لعيب كوره وفاهم وكان اداؤه مميز جدا طبعا بجانب عمار، ولكن هو ادى عمل لك زياده عدديه، عمل نقله هجوميه على فكره. وعمار وعمار طبعا رغم ان هو كان بيلعب وسط مدافع، لكن عمل اكتر من هجمه خطيره. اشرف طبعا كان مميز جدا برضو طبعا. ولكن طيب احنا خلصنا الكلام عن المباراه. سريعا يا كابتن ماهر تنبؤاتك انت والكباتن الكبار ليه في كاس امم افريقيا. عندنا يوم الاحد 23 يناير الجابون وبوركينا فاسو. الفريقين ادوا اداء جيد بصراحه. انا شايف ان يعني الجابون ممكن يكسب بوركينا فاسو. مين يا كابتن؟ الجابون. جابون ماشي. المباراه الثانيه تونس ونيجيريا. انا شايف ان نيجيريا تكسب تونس. نيجيريا تكسب افضل تونس. بشكل كبير يعني. طيب قبل ما نروح للكابتن شريف عبد المنعم نروح لزميلنا فاروق صلاح مره اخرى من ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. من جديد كل التحية للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. بينضم لنا في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره، شوط ثاني استمرار الاداء الجيد اللي شفناه في مباراه الجونه الاسماعيلي المقاولون العرب. شوط ثاني انت الاقرب، انت الافضل، انت الاحق النهارده انك تفوز بالثلاث نقاط. يعني الحمد لله طبعا طبعا يعني الحمد لله برضو النتيجه مش لحد كبير مقبوله جدا في الاهداف اللي انت عايزها والمرحله اللي انت فيها. الحقيقه شباب يشكر جدا جدا، يعني ما تستهونش ابدا ان انت تبقى عليك كميه مش عايز اقول ضغوط لكن حسابات. يعني فرقه ما عندناش غير عمار حمدي الشوط الثاني هو اللي موجود في الفرقه، باقي كله 20 سنه. يعني انت لو بتلعب في فرقه القطاعات ممكن يبقى اللي بينزل من عندك ممكن يبقى اكتر من اللي كان موجود يعني، لكن بشكرهم جدا. النهارده يعني بيثبت او بتثبت الرؤيه ووجهه النظر الواحد دايما مؤمن بيها، ان الشخصيه دايما بتعوض حاجات كتير جدا جدا، الروح والاصرار بتعوض حاجات كتير جدا، العزيمه والاصرار والروح اللي بيأدي بها اللعيبه بتعوض حاجات كتير جدا. لعيبه 17 و18 و20 سنه منهم ناس اول مره تلعب معنا في الدرجه الاولى، ويمكن بتتمرن لأول مرة من حوالي 7-8 أيام يعني. فبشكرهم جدا، أدوا مرحلة رائعة جدا جدا في فترة صعبة مع ناس بتلعب بالتيم الأساسي كله قدامهم في مسابقة مش ماتش ودي برضو، ما فيهوش الحسابات اللي هي ممكن تبقى بتدفع بثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة. بتمر بظروف في الشوط الاول يعني اصابه حسام حسن وقبليه كان اصابه محمد محمود في الشوط الاول، فيعني كل ده انا بشكرهم عليه الصراحه. يعني ادوا ثلاث مباريات في منتهى الجمال. مباراه كانت برضو فيها اطار حماسي شديد جدا، فيها يعني اصرار وفيها عدم خوف، يعني هو ده اللي الواحد كان مستنيه وبيامل ان هو يستمر على طول يعني. كابتن سيد الجونه الاسماعيلي المقاولون العرب، كل اللي اتفرج على ناشئين النادي الاهلي وفي الاستوديوهات التحليليه اتكلم على شقين، قال لك الشخصيه اللي عند لعيبه النادي الاهلي والجديه اللي شفناها على وجوه اللاعبين اكيد دي منعكسه من الجهاز الفني. يعني خلينا نقول بس المدرسه بتاعه النادي الاهلي، المدرسه بتاعه النادي الاهلي هي اول انتاج ليها واول تخرج ليها هو الشخصيه. يعني هتطلع بلعيبه كويسه بالتاكيد، هيجي لك لعيبه كويسه بالتاكيد، مش هتبذل مجهود كبير او خرافي على فكره عشان تجيب موهبه هي بتجي لك اصلا. يعني الموهبه هيتمنى ايه يلعب في غير النادي الاهلي؟ يعني لو جاي من الصعيد مصر او من ارياف مصر او زينا زي اي حد يعني حلمه اللي بينام ويصحى عليه هو انه يلعب في النادي الاهلي، فالموهبه موجوده لكن الشخصيه هي اللي بتبقى محتاجه دراسه جديده جدا. خلينا بس نقول انا بشكرهم جدا وبتمنى لهم يا رب دايما الاستمراريه كده. انت وصلت الخطوه لازم تستمر عليها، لازم تشتغل عليها،
لازم تبقى عارف كويس قوي ان انت يا دوبك فتحت الباب كده، محتاج ان انت تخش بقى وتعمل شغل كويس. يعني كابتن سيد، عايز اسالك سؤال بلسان الجمهور. كاس العالم للانديه عندنا مباراه مونتيري يوم 5 فبراير، النهارده خلاص 21، متبقي مباراتين. اللعيبه الاساسيه امتى هنشوفها؟ ده سؤال الجمهور بيسال. عندنا فاضل مواجهتين امام السموحه، امام البنك الاهلي، استعدادكم للمرحله دي ازاي؟ كل المجموعه هتبقى موجوده الماتش اللي جاي ان شاء الله. الاستعداد بقى لمباراه المونتيري المكسيكي، واكيد كابتن سيد وطموحك كواحد من افراد المنظومه الاهليه نفس على كاس العالم للانديه، وده حلم مشروع كابتن سيد. يعني بالتاكيد يعني مهم جدا ان انت تبقى رايح باهداف، ومهم جدا ان انت تبقى بتشتغل عليها، ومهم ان انت تحضر لها. لكن اقول ان عنصر التوفيق عنصر مهم جدا. يعني النهارده مثلا على سبيل المثال، ممكن الشوط الاولاني الدنيا بعيده سنه، لكن برضو كان فيها حماس شويه. الشوط الثاني دخلت بهدف وضيعت بنالتي، جبت جول في اخر الماتش. هذا عنصر برضو مهم جدا معاك في كره القدم، ان يبقى معاك عنصر توفيق، لان من غير عنصر توفيق الدنيا بتبقى صعبه. يعني دايما تقول لنا في كل لقاء ان كره القدم كل يوم بتدينا درس، خروج غانا، خروج الجزائر، وكانت الفرق المرشحه الاولى للبطوله. لسه الدروس مستمره في كره القدم؟ طبعا. يعني هي هتجيب منين؟ يعني هي زي الدنيا بالظبط، كره القدم زي الدنيا بالظبط، ما فيهاش حاجه هتتغير، لا في حاجه هتتبدل ولا في حاجه هتتغير. لان هي هتجيب منين؟ يعني هتجيب قصص منين؟ هي هتلاقي ولد طالع زي الفل وتمام التمام وموهبه جباره ومستوى متميز جدا، اتلم على شله ما يعلم بها الا ربنا، دماغه ضربت، ما قدرش يستوعب، ما قدرش يشكر ربنا على النعمه اللي هو فيها، ضاع مع الرجلين، خلاص خلصت. يعني السيناريو ده ما بيكررش، كل فترة صغيرة بيكرر، ومع ذلك الناس بتقع فيه. هي كده يعني، هي زي الدنيا بالظبط، بتشوف أمثلة قدامك ما بتتعص، فبتلاقي نفسك في نفس القصة. يعني كرة القدم زي الدنيا بالظبط، لا بتستنى حد ولا بتقف عند حد. يعني لكن اللي عايز أقوله النهاردة برضه، عشان أدي كل حاجة، رغم إن أنا خدت إنذار النهاردة، لكن أنا أشوف إن نادر أمر الدوري عمل مباراة رائعة. كابتن نادر امر الدوله عمل مباراه رائعه جدا، صحيح لغى لنا هدف عن طريق كابتن محمد الحنفي. كابتن محمد الحنفي شاف ان هي لا ترتقي انها ما تكونش هدف، صاحب مصطلح مصطلح. لكن في النهايه اشوف ان هو قدم مباراه رائعه الصراحه، هو والمساعدين بتوعه، رغم ان هي مباراه مش عايز اقول كانت عصبيه ولا حاجه، لكن هو قدم مباراه رائعه الصراحه. يعني كلمه مهمه منك يا كابتن سيد لكابتن نادر امر الدوله، ان احنا يا جماعه منصفين طول الوقت سواء لينا او علينا. لا، عمل مباراه كويسه. يعني البنالتي كانت باينه ان هي كان ممكن يحسبها الاول، لان الايد مفروده قوي، ويشوف هي من جوه ولا من بره. لكن انا اشوف ان هو، رغم ان هو اداني انذار، لكن اشوف ان هو عمل ماتش كويس قوي. كابتن محمد حنفي يعني كنت اتمنى انها لا ترتقي، انها ما تكونش لمسه يد، بس يلا خير الحمد لله. شكرا يا كابتن سيد والتوفيق اللي جاي باذن الله. كابتن ايمن رين معاك، بينضم لي صاحب هدف في اللقاء، واحد من نجوم النادي الاهلي، زياد طارق. زياد الحاوي، ازيك يا زياد؟ مباراه كبيره، هدف اكثر من رائع. زياد، تحيات الكابتن ايمن شوقي، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه عرابي، وتحيات كل جمهور النادي الاهلي على الاداء الجيد اللي انت بتعمله يا زياد خلال الفتره اللي فاتت. طبعا تحياتي اليوم كلهم، كل الكابتن اللي في الاستوديو، الحمد لله على الاداء، الحمد لله على الجول كمان. الحمد لله الفرقه كلها بتتعب وبنتمرن كويس، وعشان كده ربنا بيكرمنا في الماتشات، بنظهر بمنظر كويس، فده كرم من ربنا يعني، الحمد لله. مباراة الجونة كانت يعني نقدر نقول الظهور الأول لزياد وجمهور النادي الأهلي. عشت الفترة دي بعد مباراة الجونة ازاي؟ وكان بعديها مباراة الإسماعيلي والنهاردة المقاولين، وشفت حالة الحب اللي بنشوف شايفينها من جمهور النادي الأهلي يا زياد؟ طبعا فرحت من رد فعل الناس، لكن قفلت بعد الماتش على طول، قفلت صفحة الماتش بتاعت الجونة، وركزنا في ماتش الإسماعيلي وتمرنا، ولا كأن حصل حاجة يعني، فاهمني؟ فالحمد لله يعني، وكمان قدرنا عملنا ماتش كبير قوي مع فريق كبير كده زي النادي الاسماعيلي، وبنظهر منظر كويس يعني الحمد لله. بعد ماتش الجونه انا عارف ان العزومه كانت عند مصطفى شوبير، يعني كلمني بقى العزومه اللي كانت بعد ماتش الجونه. انا عارف ان البوفيه هناك دايما عند مصطفى شوبير. لما هو لعب اول ماتش انا عزمته، فلما انا لعبت بقى اول ماتش فهو رد لي العزومه يعني. طب العزومه كانت ايه بقى زياد؟ قول لي الاصناف، انا عارف منهم اصناف. في اسرار بقى ما اقدرش اطلع الاسرار دي، هبقى اخدك اعزمك مره فاروق. زياد قول لي بقى النهارده بعد الهدف، اكيد الهدف ليه عزومه ثانيه. اكيد عند مين بقى؟ ما اعرفش بقى، لسه هشوف بقى عند مين، ما اعرفش. قول لي بقى مستر بيتسو موسيماني ما بين الشوطين قال لك ايه؟ وانت واحد من اللعيبه اللي يعني بيثق فيها، بيديها الثقه، قال لك ايه ما بين الشوطين وشفنا هدف اكثر من رائع زياد؟ هو اتكلم معايا ان انا هبقى على طول متواجد في التلت اللي قدام عشان اقدر اعمل فرق، مش كل كوره انزل السلامه من تحت، وقال لي ان انا هسجل، فالحمد لله يعني قدرت انفذ كلامه والحمد لله سجلت هدف.
وليد سليمان والربط ما بين كابتن وليد سليمان وزياد طارق وخليفته في الملاعب، الامر ده بيشيلك مسؤوليه كبيره جدا انك تكون ترتبط باسم واحد زي الكابتن وليد سليمان. طبعا كابتن وليد يعني انا ليا الشرف اصلا ان انا بقارن بيه، دي حاجه تبسطني جدا. كابتن وليد لعيب كبير وانا يعني مش هتكلم على كابتن وليد، فيعني ان شاء الله احاول اعمل نص اللي كابتن وليد عمله يعني ان شاء الله. وليد زياد الجماهير مستنيه منك كتير ومستنيه من الناشئين كتير، بتقدمه بصوره اكثر من رائعه، توعدوا الجماهير بايه خاصه انت شايف حاله الحب اللي شايفينها من جماهير النادي الاهلي ليكم؟ ان شاء الله نقدر نبقى على حسن المسؤوليه ونقدر ننفذ اللي الناس عايزاه ونحقق اللي هم عايزينه ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني. حد توقع لك تجيب هدف النهارده؟ مستر موسيماني وشوبير. قال لك ايه بقى؟ قال لي ان انا هسجل هدف النهارده، محمد محمود كمان. اشكرك يا زياد وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله. يا فاروق حبيبي. كابتن ايمن ده مع زياد طارق لاعب فريق النادي الاهلي وصاحب هدف اللقاء النهارده وفوز يعني تعادل الاهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن شريف نرجع تاني للمباريات دور 16 في امم افريقيا يوم 24 يناير ان شاء الله يوم الاثنين، هيبقى في جامبيا وغينيا والساعه 6 وجزر القمر والكاميرون. جامبيا وغينيا ضربات جزاء، ايوه مين يكسب؟ طيب مش مهم، لا عايزين نعرف من وجهه نظرك. كيتا مش هيلعب يا طيب، يبقى ترجح كفه مين؟ ماشي مع جامبيا. يلا جامبيا. طيب جزر القمر والكاميرون. الكاميرون طبعا. الكاميرون ماشي. كابتن اسامه عرابي، عندنا يوم الثلاثاء 25 يناير كاب دي فيردي مع السنغال الساعه 6 وملاوي مع المغرب الساعه 9. كاب فيردي والسنغال. السنغال السنغال والمغرب المغرب وملاوي. مغرب المغرب والسنغال والمغرب من المرشحين للبطوله يعني. طيب اخيرا كابتن عادل، الاربعاء 26 يناير مصر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائيه ومالي. خلينا في مصر وكوت ديفوار الساعه 6 الاول. اتمنى مصر لكن لا لا لا. في صعوبه، احنا كلنا نتمنى مصر لكن في صعوبه. ساحل الاهلي كوت ديفوار. طيب المباراه الثانيه غينيا الاستوائيه ومالي. مالي طلعت اول مجموعه، فرقه قويه جدا. غينيا الاستوائيه فرقه كويسه لكن مالي اقوى. يبقى مالي اقوى. يبقى كباتننا الكبار توقعوا الجابون نيجيريا، جامبيا الكاميرون، سنغال مغرب، كوت ديفوار ومالي. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه في لقاء اليوم. ارجوكم انتظرونا.